جمال حمزة، تقرير مش فاصل عن طبعا البطولة الأخيرة اللي أقيمت في نادي زد. تعالوا نتابعها ونشوفها ونرجع نستقبل الكابتن جمال حمزة. طبعا بطولة نادي الصيد من البطولات الكبيرة اللي دايما بتعمل في مصر، منتهى الأمانة مباراة مفيدة جدا بالنسبة للبراعم، والسنة طبعا داخل فيها سبونسر أو شريك نادي زد، شايف ان هي يعني زادت الجوائز الماليه اللي فيها، انما كفنيا من الدورات دايما المتميزه جدا اللي بتفيد جميع قطاعات البراعم. انا لما جيت السنه اللي فاتت نادي الصيد وقالوا لي الدوره ما كنتش متخيل ان هي تبقى بالحلاوه والجمال دي بصراحه، واتمنى انها تبقى تتعمل كل شهرين كل بتاع، نعود الاولاد ان يلعبوا ماتشات جميله حلوه، مباريات قويه، انديه كلها اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد والمقاولين العرب والشرطه والانتاج الحربي كله بيلعب ماتشات قويه جدا. جيل جديد متسلح بالعلم، وده اللي انا كنت دايما بسعى فيه من خلال الورش اللي انا كنت بعملها، ان يبقى العملاق الصغير ده الاستاذ بتاعه عنده العلم والخبرات اللي يقدر يوصلها له بطريقه صحيحه. فانا طبعا سعيد جدا بالمستويات اللي انا شفتها. برضه كانت فرصه ان انا اشوف كل اولادي المدربين، من بقى لي فتره طويله ما شفتهمش، فيعني دي كانت حاجه جميله. بطوله تحس ان انت بتتفرج على فرق كبيره، الاولاد من هم صغيرين اذا كان ملعب 8 أو 7 بدا خلاص الاولاد يبقى ليهم شكل في الملعب، بدا الموضوع يبقى احترافي قوي، وده اللي كنا بننادي بيه من فتره. الحمد لله يمكن حته الاحترافيه دي اللي بنفتقدها في الفرق الكبيره من دلوقتي، انما لما تبقى ناشئ فاهم التنظيم والاحترافيه وملتزم، ده ان شاء الله اللي هيعود عليك بعد كده خارجيا باذن الله. يعني قلت حاجه محترمه، ان في مسؤولين بيهتموا بالشباب، يعني والشباب لازم يعرف كده، لازم يعرف ان احنا اجيال قديمه ما كانش فيه الاهتمام ده، ففرصه كويسه ليكم، امسكوا في الفرصه وربنا يكرمهم كلهم. شايفين اهتمام غير طبيعي طبعا، حاجه كويسه جدا وحاجه هايله جدا وتنظيم على اعلى مستوى، حتى انا ما كنتش مصدق ان الموضوع بالشكل المرتب بالشكل ده ومنظم بالشكل ده، انما بصراحه حاجه جميله وحاجه مفرحه. ولو البطولات للمراحل السنيه الصغيره هتبقى بالشكل ده، لا هتفرز لعيبه كويسه جدا تبقى ليها مستقبل للكره المصريه. بطوله كويسه جدا جدا، فيها فرق كتيره واكبر فرق موجوده، وبطوله مستوى كويس جدا جدا والتنظيم كويس، لا بطوله كويسه طبعا. يمكن الفرجه على الماتشات دي بقى فيها متعه تانية، مفيش تعصب، بتتفرج برضو على اطفال في الاخر، يعني ماتشات الاهلي والزمالك حتى بتبقى بهدوء، طبعا عايز الاهلي يكسب وكل حاجه، بس انت في الاخر الدنيا بسيطه وجميله، ده كسب ده كسب تمام، بس النهارده انبسطت قوي يعني. لأول مرة النهاردة يشارك 128 نادي في البطولة بإجمالي 3800 لاعب، وده عدد مهول، إن أنت حضرتك تقدر تكنترول العدد ده بالشكل والتنظيم ده، فالحمد لله لا كان طبعا شعلة نشاط وخلية نحل طبعا طوال فترة البطولة، الحمد لله على إن هي وصلت كده يعني. اتفقت مع مجلس الإدارة عندنا إن احنا عايزين نجيب فرقتين من الدول العربية، ندخلهم فرقتين من الأجانب برضو الدول الأوروبية. بص الولد بيتعود من صغره بيلعب كل، هي دي، هو ده الشغل، هو ده الشغل اللي احنا عايزينه، يعني ده الشغل اللي احنا عايزينه يتعمل للولاد من بدايه الاسبوع، واحنا منبهرين بصراحه من اداء اللاعبين، من التنظيم، من التوأمة اللي موجود عليها نادي الصيد ونادي زد. احنا النهارده بنختار 50 لاعب من البطوله، ال 50 لاعب دول ان شاء الله هم يمثلوا مصر في كاس العالم 2030، وان شاء الله ده بيتعمل عشان ان احنا نقدر ناخد كاس العالم.